بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تعالوا نبدأ كده مع بعض يا شباب في الامتحان الرابع من كتاب بوكلت المعاصر. طبعا هنحلل كل سؤال بشكل مفصل زي ما بنعمل كل فيديو. يا ريت قبل ما نبدأ كده الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وتعالوا بسم الله. أول سؤال بيقول لي ذا كونديشن، كونديشن يعني الحالة أو الوضع of having paid job، اللي يكون فيها عندك وظيفة paid يعني لها مرتب. عايز تعرف ان في وظيفتين، في وظيفه paid job اللي انت بتشتغلها تاخد مرتب فيها انت كده موظف، او في unpaid job اللي هي وظيفه غير من غير مرتب اللي هي زي volunteering التطوع. تعال نترجم الاربع كلمات، experience اللي هي خبره، employment اللي هي التوظيف ومعناها وظيفه كاسم غير معدود، لكن لو انت عايز تخليها اسم معدود هتقول a job، يبقى a job دي بقى معناها وظيفه بتساوي employment، وده قلناه في اول امتحان تقريبا. عندك كلمة volunteer اللي هو تطوع أو متطوع، وعندك collaboration اللي هو التعاون. طبعا الفكرة بتاعت الجملة دي إنك عندك وظيفة مرتب، يبقى أنت كده دي اسمها employment اللي هو التوظيف. elderly people الناس الكبار السن are distinguished by wisdom، بيكونوا متميزين بالحكمة. الكلمة اللي بتساوي كلمة حكمة بتساوي كلمة wisdom. تعال نترجم الكلمات كالعادة، insight اللي هي الحكمة أو الرؤية، يعني عندك رؤية عندك حكمة عندك أفكار. aggression اللي هو العدوان العدوانية. confusion الارتباك، وديستربنس اللي هو القلق او الاضطراب. طبعا اللي عنده حكمه ده معناها ان عنده انسايت. طيب ممكن بدل حكمه برضو بدل انسايت نستخدم كلمه ويتي اللي هي دبليو اي تي تي واي. نوت تايم مانز باد بيهيفير افكتد ذا انفايرمنت جريتلي، سلوك الانسان اثر على البيئه بشكل كبير بمرور الوقت اللي اسمها اوفر تايم. لكن لو انت قلت لي اون تايم يعني جاي في الميعاد بالظبط، ان تايم قبل الميعاد بشويه، اباف طبعا ما فيهاش حاجه اسمها اباف تايم. بي مور نوت تو ورك or you won't ever be promoted، عايز يقول لك اهتم اعطي اهتماما اكبر، يعني يبقى اسمها pay attention اللي هي رقم سي. على فكره انا ممكن اقول لك pay attention وممكن اقول لك be attentive، be attentive يعني كن منتبها. طيب speaking English not is a direct result for taking many courses. تعال نترجم الاختيارات الاول كده وبعدين افسر لك الجمله. fluently معناها بطلاقه بشكل طليق، يعني inaccurately معناها بشكل غير دقيق، معناها بشكل غير دقيق. deliberately معناها عمدا او متعمدا. accidentally معناها مصادفة. ما تنساش ان accidentally بتساوي by accident by chance by luck. deliberately عمدا بتساوي كلمة intentionally on purpose او purposely، وهنا بالمناسبة accidentally ممكن نحط مكانها in intentionally او unintentionally sorry unintentionally. المهم انك تتكلم اللغة الانجليزية بشكل طليق، ده نتيجة للكورسات اللي انت خدتها. Our children should be brought up، اطفالنا لابد ان احنا نربيهم. bring up وممكن نحط مكانها raise يعني يربي برضو. on not and and ethics على الاخلاقيات والقيم، قيم اللي هي values. طبعا goods دي معناها البضائع، اوعى تقول ان هي جيدون يعني، لا الصفة لا تجمع. rumors اللي هو الشائعات و errors الاخطاء. only with not and patience فقط بالصبر وايه النجاح يمكن ان يتم تحقيقه. طبعا recession اللي هو الكساد، depression اللي هو الاكتئاب، و relaxation الاسترخاء، و determination اللي هو العزيمة. طيب he is not strong enough ليس قويا بالقدر الكافي، انتبه ان هو قال لك صفة وبعدين enough مش ينفع العكس، ما ينفعش نقول enough strong to overcome this problem alone، هو قوي هو ليس قويا بالقدر الكافي ليتغلب على هذه المشكلة وحده. الكلمة اللي عكس كلمة overcome يتغلب على، واحد تغلب على شيء يبقى تاني فشل فيه. admit يعترف، بعدها الفعل مضاف له ing، وممكن نستخدم to والفعل مضاف له ing. gain يعني يكسب، و earn يعني يكسب برضو. there is too not juice for everyone to drink، في عصير ايه للناس نتشربه. we need to bring more، عايزين نشتري كمان عصير غير كده، يبقى العصير الموجود ده مش كفاية يعني قليل ولا يكفي، يبقى little. خد بالك مع العصير احنا كان ممكن نقول ماتش لو العصير كتير، لكن فيو ما تنفعش خالص ومني ما تنفعش خالص. would you like to have tea with me، هل تحب ان تشرب بعض الشاي معي، يبقى some tea. وعلى فكره كان ممكن اخد اتي بمعنى كوبا من الشاي. طيب الجمله اللي بعد كده رقم 11، I like not meals they are often well prepared by mother. قبل ما نحل الجمله تعالى ما اقول لك على الملحوظتين اللطاف كده سريعا. عايزك تعرف ان in door في منها in doors، في اوت دور وفي اوت دورز. الفرق بينهم كالتالي، ان ان دور واوت دور دول صفه يعني لازم يكون بعدها اسم، ودي برضو بعدها اسم. على سبيل المثال انك تقول لي اوت دور ميلز زي ما هو في مثالنا كده،
outdoor activities، الأنشطة الخارجية اللي بتتمارس بره بره البيت. outdoors دي معناها في الخارج، دي ظرف بمعنى في الخارج، سوري ده indoors دي الأول، في الداخل. طيب outdoor وبعدها اسم معناها خارجي، لكن دي في الخارج. هو تفرق خارجي يعني في الخارج؟ تفرق طبعا. اولا اعرف ان كلمة outdoor ديت صفة، indoor صفة زي ما اتفقنا، يعني لازم بعدها اسم. ركز، هي بعدها اسم، هي مش اسم، هي بعدها اسم. outdoor برضو بعدها اسم عشان صفة. على سبيل المثال ساعدني ان انا احط الكلمة المناسبة في النقط. على سبيل المثال don't stay not it is raining. يا ترى هنا هنقول اوت دور ولا اوت دورز، ان دور ولا ان دورز؟ انت بالعربي بتقول للراجل لا تجلس في الخارج، بدايه كده في الخارج يعني اوت دورز اللي هي دي. طيب حاجه تانية، اي دونت دو اني نوت سبورت. نقطه، اي don't go outside home، ما بطلعش بره البيت. انا لا امارس رياضه. ايه يا ترى؟ outdoor sport ولا outdoors sport؟ الراجل ما دام هو اداني هنا اسم يبقى انت عايز هنا صفه، وانت عارف ان outdoors دي ظرف لكن outdoor صفه، يبقى outdoor sport معناها انا لا امارس رياضات خارجيه. تمام، خد بالك انت قلت لي اوت دور سبورت، لكن سبورتس تو بي بلايد اوت دورز. ارجع بقى لجملتنا وشوف موضوعنا كده بيحكي عن ايه. بقول لك انا بحب الوجبات الاي، ما دام هو قال لك اسم يبقى انت عايز هنا صفه، فهفكر في اوت دور وافكر في اندور. اندورز واوت دورز مش معانا، طيب طلعوا بره تفكيرنا اساسا. هو يا ترى بيحب الوجبات الايه اللي بيكونوا معدين بوصيه امي؟ يبقى هو بيحب الوجبات الداخليه اللي معموله في البيت جوه، يبقى اندور. as a doctor she not enough time with her family. خد بالك enough جبنا بعدها الاسم عادي، يبقى enough بنجيب بعدها الاسم، بنجيب قبلها الصفة ونجيب قبلها الفعل. اقول لك you study enough، you are intelligent enough، لكن you have enough time enough money. المهم كدكتورة هي قلما تجد وقتا لعائلتها، يبقى انت بتجيب الظرف بعدين الفعل، يبقى hardly spend this اللي هي رقم ايه. طيب بعد، خد بالك لو هنجيب فعل بنجيبه بعد الظرف، لو هنجيب verb to be في الاول. على سبيل المثال هقول لك مثلا he is hardly active، يعني قل ما يكون نشيطا. يعني خد بالك انت خدت الفيرب تو بي وبعدين hardly، لكن اقول لك مثلا she hardly uses her mind، يعني قل ما تستخدم عقلها. يعني طيب رقم 13 she is the most creative girl، مع التفضيل يا مستر بناخد ever على طول. ثانيا عايز تحفظها وتفهمها، هي انت بتقول اكتر فتاه ذكيه انا رايتها، فالمعنى ايجابي ناخد ايفر، لكن نيفر بناخدها في المعنى السلبي. لو انت قلت انا ما اكلتش اكله زي دي قبل كده، فتقول اي هاف نيفر ايتن ساتش مثلا ميل. خد بالك نيفر انت خدتها لانك بتقول ما اكلتش، المعنى سلبي ازاي؟ طيب جاينت بروجكتس المشاريع العملاقه، خد بالك جاينت ماسيف تريمندس هيوج، اي كلمه من دول كلهم بنفس المعنى. اول اوفر ايجيبت nowadays المشاريع العملاقه اكيد تنفذ ولا تنفذ؟ لا تنفذ. طيب ار سيتنج اب ده مبني المعلوم معناها يؤسس او يقوم به. ويل بي سيت اب دي مجهوله فكر فيها. ار بينج سيت اب مجهوله فكر فيها. هاف سيت اب دي معلوم. يا ترى انت قلت لي nowadays يبقى ده مضارع، فتاخد مضارع مستمر طبعا عشان دي مضارع مستمر، لكن ويل بي سيت اب ان ذا فيوتشر مثلا ستعد في المستقبل. بروتكتيف بروسيجرز اجراءات الوقائيه يجب ان تتخذ، فانت عايز مع مجهول، فشود بي والباست بارتيسيبل يبقى شود بي تيكن. دي معلوم برضو. نادر hasn't contacted his friends since he، والله يا مستر سينس بيكون قبلها مضارع تام بيكون بعدها ماضي بسيط. حلو، فهنا هنختار graduated ده رقم واحد، بس انا عايزك تعرف ان ممكن سينس يجي قبلها وبعدها مضارع تام. المثال اللي ضربته لك قبل كده كان ممكن اقول لك I have known عمر، انا عارف عمر since I have come، او since I have مثلا worked here. ده معناها تفهم انت من السياق ده ان هو لسه صديق عمر، لسه لا معرفته مستمرة، وان هو بيشتغل هنا have worked برضو مازال العمل برضو مستمر. طب افرض الجملة بيقول لك I not here since I not Egypt،
يا ترى هنا عايزين نستخدم هنا كلمة ليف وكلمة الناحية دي ليف يغادر. فالطبيعي انك انت هتقول لي انا عايش هنا ومستمر في العيشة، بما انك مستمر فهتقول I have lived، منذ غادرت مصر في مغادرة مصر لسه مستمرة ولا انتهت؟ لا انتهت، انت مشيت فعلا وخلاص قطعت جواز السفر، يبقى هتقولي هنا since I left. ارجع لجملتك اللطيفة دي، احنا خدنا ماضي بسيط لان التخرج تم بالفعل. طيب الجملة اللي بعد كده او القطعة بقى، تعال نقرأ القطعة كده واحدة بواحدة ونشوف الموضوع. في اول القطعة بقولك did you have cereal for breakfast this morning، هل انت تناولت سيريال حبوب في هذا الصباح؟ If you did، لو انت عملت كده انت مش لوحدك، ملايين الناس في العالم بتناولوا الحبوب في الافطار كل يوم. خد بالك وعامل لك every day اللي منفصل عن بعضها بمعنى كل يوم، لكن في every day اللي هي كلمة واحدة دي اللي بتساوي كلمة daily اللي معناها يومي. In fact طبعا ظرف ديت لكن دي صفة. Cereal is popular all over the world، الحبوب منتشرة في العالم كله. It all started with a man with one man، اللي بدأها راجل واحد بس اسمه عم ويل. بقول لك ويل اتولد في البريغراف التاني جاي عليه سؤال بقول لك بيحكي عن ايه، خد بالك هو بيقول لك اتولد في ابريل 7، طبعا انت واخد بالك ما دام ذكر لك اليوم لازم ناخد اون، في 7 ابريل 1860 في مكان اسمه باتل معرفش جريت. هي المهم his first job was as a stock boy، ودي برضه عليها سؤال لانك انت اكيد قرات الاسئله الاولى. هو كان شغال في الاول ستوك بوي، ولد شغال في مخزن في مكان اسمه باتل معرفش ايه كده. سانيتاريوم دي اللي هي المصحة يعني، بس اعتبر انك مش عارف معناها ايه. السانيتاريوم المصحة is a special kind of place، هي مكان that's a little like hospital، مكان زي المستشفى. وانت بتترجم ترجمها مستشفى عادي هتبقى زي الفل، بس هي معناها مصحة. المصحة دي هي الهدف منها هي انها معمولة للناس اللي هم مرضى او اللي عندهم مرض لفترة طويلة او اللي بيعانوا من امراض خطيرة. ويل عمي ويل ده had other jobs as he got older، لما كبر شوية في السن بدأ يتشتغل شغلانات تانية، بس هو لما كبر وترعرع يعني هي اصبح مدير للمصحه دي. اخوه اسمه جون كان الدكتور الاساسي في المكان ده. وان بيج بروبلم، واحده من المشاكل اللي كانت في السانيتاريوم ووز ذا بيشنتس دايت، كانت الاكل او النظام الغذائي اللي المفروض المرضى يتناولوه. The patients needed healthy diet، الناس دي محتاجه غذاء صحي. But it was also important for the food to taste good، بس المفروض يبقى الغذاء ده فيه صفتين، هو يكون صحي ويكون طعمه كويس. Will was trying to find a good food choice، كان بيدور على الاختيارات او الخيارات المناسبة من الطعام اللي تحل محل الخبز، لان الناس دي ما ينفعش تاكل عيش. But it wasn't going very well، بس كل مرة يجرب حاجة ما تكونش طعمها كويس. Then by accident، بالصدفة by accident اللي هي accidentally اللي هي by chance او by luck اللي هي unintentionally، we will found something even better، لقى حاجة أفضل من ده كله. هو lift some wheat، حط شوية قمح على النار عشان يطبخهم يعني لفترة طويلة، ولما هو لما when it was rolled out، لما هي بقت معجونة كده it formed large thin flakes، عملت رقائق أو شرائح كده أو يعني مسحوق سميك. he asked his brother to serve it، قال اللي هو احنا لسه هنطبخ تاني اديهم يا عم ياكلوا ما عارفين حاجه. and they loved it، حبوها في الحقيقه they liked it so much، حبوها جدا لدرجه ان هم كانوا عايزين يفطروا منها كل يوم. ولما هم طلعوا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء طلبوا منه ان هو يبعت لهم الاكل ده بره لحد ما يروح البيت. عشان كده ويل بدا بزنس جديد في 1884، بدا يبيع الباكجد بريكفاست فليكس، بدا يبيع الاكل المعمول على النار لفتره طويله ده في علب بقى كده وبتاع، بدا يستهبل. Before long، قبل ما يعدي فترة طويلة Kellogg's breakfast cereal was popular in other countries، الأكل اللي هو عمله عمك ويل ده انتشر في الدول كلها. Today there are many kinds of breakfast cereals، وأصبح في أنواع مختلفة من الحبوب اللي بتتناول أو الناس بتتناولها في أماكن مختلفة. But it all started with one man one idea، بدأ كل ده بفكرة واحدة بشخص واحد. Will did more than just create breakfast flakes، هو كان بيعمل أكتر من أنه بيعمل الأطعمة دي. His company made a lot of money، بدأت الشركة بتاعته تعمل فلوس. But he didn't keep it، he used much of his money to help children، بدأ يستخدم الفلوس دي علشان يربي أطفال أكتر. He also used his money to help in several other charities، استخدمها عشان يستخدمها في أنشطة مختلفة. Will Kilgo died in 1951، عم الحاج ده مات في 1950. but his most famous invention is as popular as ever، ولكن اختراعه كان بدأ يصبح أكثر انتشارا مما كان عليه من قبل أيام ما كان عايش. أول سؤال بقول لك which paragraph gives date of birth، البراجراف اللي بدينا ميلاده كان فين؟ البراجراف الثاني اللي هو بدأ بيه أصلا القصة دي، هو إن هو اتولد سنة معرفش كام، يبقى البراجراف second paragraph على طول the second paragraph. السؤال الثاني بقول لك
what did Will do before he become قبل ما يصبح المدير كان شغال ستوك بوي زي ما اتفقنا. He was a stock boy رقم دي. طيب what is the author's purpose؟ ايه الغرض من الكاتب اللي كتب لنا القصة ديت؟ كتب القصة دي عشان يوصف لنا Will and his invention، الراجل ده واختراعه، طبعا هي دي الإجابة، علشان get the reader to buy عشان يخليك تشتري سيريال، ولا عشان يشرح لك ممكن تشتري منين، ولا to explain how to make، ازاي تشرح ازاي تصنعه، ما قالكش كده. السؤال رقم 20 what might have happened، ايه اللي كان ممكن يحصل لو اخو ويل hadn't served breakfast flakes، لو اخو ويل قال له يا عم لا ما ينفعش وكان عنده ضمير. people would not have known about cereal، الناس ما كانش يعرفوا عن السيريال فعلا، لان الراجل اكتشف الموضوع ده لما بوظ الاكل وقال لاخوه قدم الاكل للناس والناس مش فاهمه حاجه. طيب السؤال بعد كده 21 which of these would be a good word to describe ويل، ايه اللي ممكن نستخدمه ككلمه نوصف بها ويل؟ لو اناني ولا نيرفس، عصبي ولا ليزي كسول ولا جنرس، راجل كريم بياكل الناس، حتى الدليل على كده ان هو عمل منظمه خيريه وبدا يصرف فلوس عليها. ايه من دول probably not a way، ركز في السؤال، ايه من دول مش طريقه الناس ممكن يعرفوا عنها عن السيريال في 1884؟ by talking to people about it، اتكلموا عن بعضهم، انا واكل اكله النهارده فظيعه وجبتها من ويل كده فيروح ناس تشتري. عن طريق الناس تقرا عن الاكله دي، فعلا ان هم يشوفوها في المحلات، فعلا كل ده ممكن يعرفوا عن الاكله بيه، لكن ما كانش في انترنت حضرتك 1884. طيب which lesson does Stokes teach about invention، ايه الدرس اللي احنا نتعلمه عن الاختراعات؟ ان صعب انك تخترع حاجه، ولا ان الطعام الصحي صعب ان هو يكون طعمه كويس، ولا اختراع الاشياء الجديده ممكن يكون خطير، ولا great inventions الاختراعات العظيمه can be accidental ممكن تيجي بالصدفه مصادفه زي ما حصل مع عمي ويل. بيقول لك هنا السؤال 24 بيقول why was it so important for the food for patients to taste good، ليه الطعام بتاع الناس المرضى لازم يكون طعمه كويس؟ people couldn't find unhealthy food، الناس ما كانوش لاقيين الطعام الغير صحي، ولا الناس عايزين ياكلوا طعام that didn't taste good اللي طعمه مش كويس، ولا people couldn't eat healthy food that didn't taste good، لان الناس مش هياكلوا الاكل الصحي اللي طعمه وحش حتى لو كان صحي، فاكيد هي دي. طيب السؤال القطعه الثانيه، القطعه بتاعه الامتحان ده واقع، الامتحان دي واقعيه جدا لانها قطع ثانويه عامه قبل كده، وده مقياس القطعه بتكون لطيفه وسهله لو انت قراتها ولو قرات الاسئله قبل ما تبدا تحل، ويا ريت تعمل كده. طيب man's life has been subject to، حياه الانسان كانت عرضه لي او تعرضت لي الكثير من التغيرات during the last 100 years، خلال ال 20 سنه الاخيره. particularly خصوصا in what is connected with his consuming habits، فيما يتعلق بعادات الاستهلاك بتاعه البشر. 60 years ago من 60 سنه before the start of the consumer societies، قبل ظهور المجتمعات الاستهلاكيه الموجوده في العالم اليومين دول، people didn't throw away، لم يكن الناس يرمون، خد بالك throw away و throw into دي عندك في منهج بالمناسبه، خدها كده سريعا، في throw away معناها يرمي بس كده، لكن throw into معناها يرمي الشيء فيه. على سبيل المثال انا بقول لك don't throw away this bag، ما ترميش الشنطه دي، او ممكن اقول لك don't throw this bag into the river، ما ترميش الشنطه دي في النهر. طيب ارجع بعد كده للجمله اللي عليها الدور او مكمله القطعه. So many of المهم الناس بدأ الناس ما كانوش زمان بيرموا الكثير من الأشياء اللي هم بيستخدموها. الناس كان زمان بيستخدموا وبيعود استخدام زجاجات الماء والجارس البرطمانات والكراتين بيبر باجز والشنط الورقية much more careful than أكتر مما نحن نفعل اليومين دول. اليومين دول بقى أكتر من 50 now more than 50 years later، بعد الموضوع ده كان بيحصل بخمسين سنة we are returning، بدأنا نعود لنفس العادة او الصفات الجيده which we call اللي احنا بنسميها اليومين دول اعاده استهلاك اعاده استخدام او اعاده تصنيع. we can again think about، احنا ممكن نفكر تاني فيما نرميه حولنا، لما نرمي هذه الاشياء او الكثير من الطعام وعلب الطعام. so many plastic supermarket bags، وكثير من الشنط البلاستيك بتاعه السوبر ماركت، والجرايد القديمه والكتب القديمه وزجاجات المياه القديمه والعلب الصفيح القديمه. What is all this rubbish؟ إيه الزبالة اللي حوالينا في كل مكان في البيئة دي يا جدعان؟ To the world we live in، ما هذه الزبالة التي نسببها للعالم الذي نعيش فيه؟ ألا يمكن أن نستخدم بعضا منها مرة ثانية؟ الإجابة نعم، يمكننا أن نفعل ذلك لو إحنا ناويين إن شاء الله.
صناعات جديدة وإعادة تصنيع ومصانع إعادة تصنيع بدأت تشتغل اليومين دول عشان تعيد استخدام الأشياء خصوصا الزبالة. على سبيل المثال ذا ايلاند اوف تايوان، جزيرة اسمها تايوان، بتشتري الزبالة من بتشتري النفايات يعني من الولايات المتحدة الأمريكية اند ريسايكل ات. خد بالك انت عامل زي سمول ويو اس اي كابيتال ازاي، تو ميك نيوز بيبرز عشان تصنع الجرايد، اند فور يوز ان اوفيسز اند هومز عشان نستخدمها في المنازل والمصانع. اليابان بتاخد السكراب ميتال اللي هي الخردة بتاعت المعادن من الولايات المتحدة الأمريكية وتبدأ تصنعها وتصنع منها أجزاء جديدة. معظم الدول الأوروبية والدول الأمريكية أو المدن الأمريكية والأوروبية اليومين دول بيعملوا إعادة تصنيع وبيعملوا مراكز لتجميع الأشياء اللي يعيد تصنيعها. all this recycling، كل القمامة، خد بالك دي عليها سؤال برضو، كل الأشياء المعاد تصنيعها دي is not only good for the environment، مش كويسة بس للبيئة، لا ده هي كمان كبزنس كويس. for instance على سبيل المثال recycled aluminium، الألومنيوم لما يعيد تصنيعه، لما نيجي نعمل حاوية من الألومنيوم لما يعيد تصنيعه دي بتكون أرخص 20% من إنك تعملها بشكل جديد، وده طبيعي لأنها موجودة عندك بتسيحها وتعملها. for both the environment، بالنسبة للبيئة وللاقتصاد، الريسايكلينج دي حاجة آخر حلاوة ودلع. السؤال الأولاني 25 بيقول لك ذا بيست تايت، الافضل انا ممكن نحطه للقطعه دي، مزايا وعيوب اعاده التصنيع. ما قالكش عن مزايا وعيوب، هو بيحكي لك عن مزايا بس ما حكلكش عن عيوب، يبقى كده رقم ايه، رقم واحد دي مش معانا وما ينفعش نفكر فيها. طيب الثانيه رقم بي، ان اولد هابت، عاده قديمه، بيبول نيد ناو دايز، عاده قديمه محتاجينها اليومين دول. اعاده التصنيع بتضر البيئه؟ لا يا عم ده بتنفع البيئه. عاده سيئه من الزمان؟ لا مش عاده سيئه عايزين نتخلص منها، لا ده عاده كويسه اعاده التصنيع دي. البراجراف الثاني قلنا بيتكلم عن كم فكره التصنيع نفسه، ذا ايديا اوف ريسايكلينج اتسلف، مش بيتكلم عن بيئتنا، ما جابش سيره البيئه خالص. السوبر ماركت باجز، شنط المحلات، فود باكجينج، هو بيتكلم عن فكره اعاده التصنيع. السؤال رقم 27 بيقول لك ايه التغيير اللي الراجل ده بيشير اليه في البراجراف الاولاني، ان الناس بداوا يعملوا اعاده تصنيع مره تانية، اللي هي رقم سي، بيبول بيجان تو ريسايكل اول ثينجز اجان. الفكرة الأساسية للباراجراف الأخير اللي هو قلنا إن هو مفيد للبيئة وللاقتصاد، The benefit of recycling are، إن فوائد إعادة التصنيع ديت للناس بس؟ لأ. طيب في البيئة بس؟ برضو لأ. recycling has benefits for neither، ملهاش أي هنا، neither يعني لا دي ولا دي، طبعا غلط، يبقى أكيد رقم دي، for both، لكل من البيئة والاقتصاد. without recycling، من غير ما نعمل تصنيع الناس سوف يعانون من environmental problems، فعلا دي صح، الناس هتعاني من مشاكل بيئيه لانك هترمي الزباله، هتعمل تلوث، هتنقل الدنيا. هل يا ترى الناس هيحلوا مشاكل ولا هيزودوا البضائع، هيزودوا their good habits، عاداتهم الجيده، ولا هيقللوا الاندستريال برودكتس، هيقللوا من المنتجات الصناعيه؟ كل ده في الفاضي. what is the writer's evaluation about consuming habits، ايه راي الكاتب في او تقييم الكاتب لعادات الاستهلاك؟ هو حابب يقلل من عادات الاستهلاك، يخلي الناس ما تبقاش مستهلكه بس، تبقى مستهلكه ومصنعه. طيب بعد كده رقم 31 our grandparents، اجدادنا كانوا ايه بالنسبه لنا؟ less careful، اقل حرصا يا عم، كانوا اكثر حرصا. طب more careless على فكره ايه وبنفس المعنى، more economical، اكثر اقتصاديه، بدل ما كان يشتري حاجه تاني كان بيعيد تصنيعها. recycling our rubbish means انك تعيد تصنيع الزباله او القمامه، ده معناها انك ترميهم ولا انك enriching it، انك تثريها، ولا keeping it، تحافظ عليها، ولا تستخدمها مره ثانيه؟ تستخدمها مره ثانيه. ادخل بعد كده على جمله الترجمه، اول واحده بيقول لك thousands of people lose their lives، يفقدوا الاف الناس حياتهم بسبب الضباب الذي يمكنه ان يقلل بشكل خطير من الرؤيه على طرق هاي رودز، الذي يقلل من الرؤيه على الطرق السريعه يعني بشكل كبير. طيب اول واحده قد تقل، هو الراجل في الجمله ما قالكش مي خالص، فما ينفعش. طيب يموت الاف من البشر بسبب الضباب وانعدام الرؤيه، ما قالكش انعدام على فكره، هو قالك هنا ريديوس، تقلل، مش هتعدم الرؤيه خالص والا مش هنعرف نمشي. طب اللي بعدها يفقد الاف من البشر حياتهم لان الضباب يقلل الرؤيه على الطريق السريعه بشكل خطير، او رقم جيم دي مظبوطه. طب فقد ماضي، فمن اولها كده باظت، شكرا. حتى في الاخر كاتب لك مما ينذر، دي برضو مش موجوده في القطعه. طيب الجمله الثانيه modernizing the educational system، تحديث النظام التعليمي، is a fundamental factor، هو عامل اساسي لبناء social peace، السلام الاجتماعي، and stability، والاستقرار، during the next، خلال القرون القادمه، next القادمه. لو انت خدت بالك كده في الترجمه، اول واحده بقول لك لتحقيق التطوير في التعليم، في نظام التعليم هناك مطلب اساسي، الراجل قلبها
الراجل قلبها، الراجل قال لك تطوير النظام التعليمي مفيد عشان نعمل سلام. هو هنا بيقول لك عشان تطور التعليم اللي مش عارف ايه كده اعمل سلام، قلبها. طب رقم ب، تحديث النظام التعليمي عنصر اساسي لتحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار خلال العقود القادمه. رقم ب دي مظبوطه. طب الثالثه، تحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي عامل رئيسي لتطوير التعليم، قلبها برضو. هو في القطعه ما قالش كده، قال لك ايه، ان تطوير التعليم عنصر اساسي عشان نحقق السلام. هو هنا بقى بيقول لك ان تحقيق السلام عامل رئيسي، لا ده العكس، ده تطوير التعليم هو العامل الرئيسي، يبقى دي باظت. في العقود القادمه هناك عامل رئيسي لتجديد التعليم. هو ما قالكش تجديد، هو قالك تحديث. يعني عموما على اي حال اعتبر ان تجديد هي تحديث، بس تعال نشوف. هو تحقيق السلم برضو قلبها. هو بيقول لك ان تطوير التعليم عامل رئيسي لتحقيق السلام، يعني هو كده برضو قلب الجمله مش عاملها بالمعدول. طب هل تعلم ان تناول الكثير من السكر والملح والدهون ضار جدا بالصحه وبسبب ويسبب كثير من الامراض الخطيره؟ اول واحده الراجل بيقول لك هل تعلم، يعني ده مضارع حلو. هنا قال لك have you known، have you known ده كده بقت ماضي، وهنا برضو have you ever known ده برضو ماضي. انا عايز do you think عشان هي دي do you think ودي do you think. طب نشوف do you think that having much sugar salt or fats is very harmful and causes ويسبب كثير من الامراض الخطيره. احنا كده قرأنا اكتشفنا ان رقم ب اللي صح، بس انا برضو لسه عندي شك في الاخيره، فانا عايز ازيل الشك. do you know that feeding انا تناول mini sugar من اولها كده باظت. هو الشجر بتعدي عشان تقول لي mini sugar، باظت كده. اخر واحده في الترجمه، لكل فرد الحق ان يعبر عن رايه بحريه كيف ما يشاء بشرط ان يحترم حريه الاخرين. اول واحده every citizen owns، كل شخص له the right to، الحق في and press، هو عايز يعبر عن express. والتاني لو انت خدت بالك برضو قال لك امبريس فباظت، يبقى كده ايه وبي بايظين. تعال نشوف رقم سي، it is your right، انه من حقك to mention، ان تذكر your opinion، ماشي يا عم اعتبرها سليمه، ان تذكر رايك as he likes ولا as you like، من حقك ان تذكر رايك كما تحب انت، يبقى as you like، يبقى كده باظت. وبالتالي الاجابه الصحيحه رقم دي هي اللي صح. باقي معانا الاربع جمل اللطيفه بتاعه الرايتنج، تعال نشوفهم. which sentence has perfect punctuation. اول واحده بقول لك I had fish, rice and green salad، دي مظبوطه تمام، دي حلوه. I had وعمل لك سيمي كولون باظت. I had fish comma rice comma and كذا، يبقى ايه and سي. هتقول لي يا مستر هو ينفع استخدم comma قبل and؟ هقول لك اه في الليست. يعني ايه في الليست؟ انت بتقول انا اكلت سمك، سمك وارز وسلطه، كم حاجه دول؟ ثلاثه، قايمهم. يبقى تعمل في قبل and تعمل comma، ممكن تعملها زي هنا وممكن ما تعملهاش. لكن انت بتقول انا بلعب كرة قدم وبعد كده بروح انام، مفيش ليست كده، فتعمل ان من غير كما. انفورمال ايميل، في الايميل الرسمي، ركز في الكلام وانت بتقراه، بنستخدم ايه اف وي دونت نو، لو احنا مش عارفين الشخص اللي بنكلمه بنستخدم ايه؟ هاي، هاي ده صاحبك. دير مدام، اهو انت عارفها مدام اهو. طيب دير سير، ما انت كده عارفه راجل، لكن انت بعت الايميل مش عارفه لمين، يبقى سير او مدام، عشان لو وقع في ايد راجل يا اهلا يا سير، في ايد واحده يبقى اهلا يا مدام. The weather was fine، من حسن الحظ الطقس كان جميل. احنا لما نعمل ظرف في اول الجمله بنعمل بعده كما، فلاكي لاكي لي رقم سي. طيب خد بالك ما نعملش دي. طيب ذا نوت اي سي، انه ايميل، انه مقال اللي بيستخدم فيفيد لانجوج، يعني لغه واضحه، علشان يتكلم عن شخص او مكان او شيء، يبقى ده المقال الوصفي من غير ما تفكر. البرسويسيف بيحاول يقنعك بفكره او بيتبنى فكره وبيحاول يقنعك بيها. الناريتيف بيحكي لك قصه، الاكسبوزيتوري ده تفسيري دايما يقول لك فيها كده اكسبلينز في تعريفه. طيب كده خلصنا ال 40 سؤال وخلصنا الامتحان كله في 28 دقيقه. اتمنى ان احنا ما نكونش طولنا وما نكونش اخلينا باي حاجه وما نكونش عدينا فكره. اقول واعيد وازيد تاني يا جدعان، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للفيديو، ما تنساش تعمل شير للفيديو. خلصنا الامتحان الرابع، نتجه مباشرة للامتحان الخامس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.